السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا اليوم باش نقدموا لكم شويه ديال النصائح على صحه الفم والاسنان، سورتو في الشهر ديال رمضان الكريم، حيت الاغلبيه ديال الناس كيتسائلوا على زياره طبيب الاسنان في شهر رمضان، او لا المشاكل اللي الاغلبيه ديالهم كيبانوا في هذا الشهر الكريم، واش عندهم علاقه بالصوم ولا ما عندهمش علاقه. الوغ باش نبدا، الحاجه الاولى باش نبدا، زياره طبيب الاسنان كتكون عاديه في شهر رمضان الكريم، يعني ان الزياره ديال طبيب الاسنان في الاغلبيه ديال لي زاكت اللي كيداروا من 70 حتى 75% ما كيبطلوش الصيام، بحال انه يصوبوا تسوس الاسنان او لا كيف ما كنقولوا قتيل العرق او لا يعمروا سنه او لا جميع تقريبا 70 حتى 75% ديال الاسوان اللي كيداروا كيكونوا غير مبطلين للصيام. الاسوان اللي كيدار اللي كيكونوا مبطلين للصيام هما اللي كتكون فيهم نزيف دموي كتير، بحال بعض حالات ديال قلع الاسنان كاينين عند شي ناس عندهم نزيف كيكون دموي كتير، فهاد الحاله يقدر يكون مبطل للصيام، وغالبا كنتجنبوهم فهاد الشهر الكريم، او لا كنتسناو ان الانسان الا كان مستعجل خاصو يدار لا حرج في المرض، ولا مثلا كنتسناو حتى الانسان يكون مفطر من مورا نورمالمون من مورا الاذان او من مورا الفطور، سورتو الا كانت الحاله مستعجله يعني ما كيقدروش يتسناو حتى لا فان ديال رمضان عاد يداروا هاد لي سوا، حتى كيف ما كتعرفوا الم الاسنان راه الم غير مستحمله، الالم غير مستحمله ما تقدروش تحملوهم. دونك داكشي علاش كنكونوا مضطرين اننا بعد المرات الانسان يا اما يفطر يا اما كنتسناو حتى ابري الفطور ونديروهم. وبالنسبه للبنج، البنج حتى هو البنج ديالنا سي بنج موضعي يعني ما كيدوز ما حتى شي حاجه، كنديروه في السن فقط، يعني غير لو فات انه كيبنج لينا السنه راه سي بيان، ما كيدوز ما كيتبلع ما حتى شي حاجه، ماشي لا ماشي كينعس الانسان او لا الانسان ما كيكونش كونسيون ولا شي حاجه، كيكون بنج موضعي كنديروه لمعالجه السن اللي هو فيه المشكل وفقط.